الأورجانيك اكتيفيتي بتاعنا النهاردة هيتكلم عن determination of trans fat اللي بتتكون في الثيرمال اكسيدايزد سويبين اويل بواسطة جهاز اسمه الترانسميشن فورير ترانسفورم سبكتروسكوبي. ال edible oil are important part of a human diet. ال oil تبدأ انها تتكسر من لحظة استخلاصها from their natural environment، فبيحصل تغير في اللون والطعم والريحة. الاتموسفيريك اوكسيديشن هو السبب الرئيسي لتكسر الزيوت من خلال الـ IR absorption spectra لزيت الصويا. نقدر نعرف التغيرات اللي بتحصل في الاويل اثناء التسخين لعدة مرات. الطريقة دي بتعتمد على البيك شيب والبيك هيد. التجربة انسترومنت WQF 510 تايب فوريير ترانسفورم IR سبكتروميتر وديتكتور وبوتاسيوم بروميد تابلت. السامبل عبارة عن سويبين اويل فروم ماركت. هنسخن الزيت عند درجة حرارة ثابتة وهي 200. هناخد منه 5 سامبل وهنرقمهم 0 1 2 3 4. الخمسة سامبل، السامبل رقم 0 ده بيكون فريش من غير تسخين. الأربع سامبل باقيين بعد التسخين لدرجة 200 عند فترات زمنية مختلفة 0 منت 20 40 60. هنكون السامبل عبارة عن صويا بين اويل زائد بوتاسيوم برومايد تابلت وهنردهم عشان نعمل هوموجينس سامبل. وبعد كده هنعمل ستارت سكان لكل سامبل بواسطة جهاز اف 510 تايب فورير ترانسفورمر اي ار. في الاي ار سبكترا اللي قدامنا هنلاحظ ال IR spectrum في رينج من 4500 عند 3008 بتظهر ال unsaturated carbon CH expansion peak، وعند 2925 و 2854 بتظهر 2 peak بتاعت ال saturated carbon CH expansion peak. عند 1745 بتظهر بيك بتاعت سي دبل بونت او ستريتشنج بيك. عند 1460 1373 بيظهر تو بيك، دول عبارة عن بيندنج بيك بتاعت الميسيلين 1745 ستريتشنج بيك اوف جليسرايد. تغير السترينجس بتاعت ال سي اتش بيك في الاربع سامبل بيوضح ان ال unsaturated fatty acid بتقل مع التسخين الاويل لفترات طويلة. كمان هنلاحظ ال IR spectrum of repeated heating soybean oil similar to fresh oil، لكنهم بيختلفوا في ال strengths of peaks اللي بيدل على تغير كمية المواد الأساسية المكونة للأويل باختلاف مدة تسخين الزيت. الطريقة التانية اللي بنميز بيها الأكسيدايزد عن الفريش أويل هي الترانس فات، وجود الترانس فات باي ترانسميشن فوريير ترانسفورم اي ار سبكتروسكوبي. الترانس فاتي اسيد بتتكون نتيجة أكسدة الـ unsaturated fatty acid عند تسخين الزيت فترات زمنية مختلفة لمدة 12 ساعة في درجة حرارة 190. هنستخدم الـ transmission IR spectroscopy في تحديد الـ trans fatty acid in heated edible oil. الـ experiment، السامبل عبارة عن صويا بين oil from industry supplier. البروسيدور اوف ذا ثيرمال اوكسيديشن، هنسمح للصويا بين اويل انه يحصل له ثيرمال اوكسيدايزد في الكتريك ديب فراير من مدة ساعة حتى 12 ساعة في درجة حرارة ثابتة 190 سلسيوس. بعد كل ساعة هنسيب الاويل يبرد لمدة 30 دقيقة، وبعدين ناخد 20 ملي من الأويل. هنكرر الخطوة دي كل ساعة لمدة 12 ساعة.
هنحدد الـ trans fat by IR spectra using thermoniculate avatar 330 for the transform IR spectrometer مزود بالترايجلسرين سلفات ديتكتور and potassium bromide optic. الصورة اللي قدامك بتوضح ان الفرق بين الفريش والهيتد سويبين اويل ان عند 966 هنلاقي ابزوربشن باند بتميز الترانس دبل بوندز اللي بتدل على وجود الترانس فاتي اسيد، لكن في الفريش اويل بنلاحظ السيس دبل بوندز اللي بيميزها السي اتش ستريتشنج باند عند 3007. بنستنتج من ذلك ان مع زيادة فترة تسخين الاويل الترانس فات بتزيد لكن الانساتوريشن بتقل. كونكلوجن الترانسميشن فور ترانسفورم اي ار سبكتروسكوبي يمكن ان احنا نستخدمه كطريقه سريعه لتحديد الترانس فاتي اسيد. ال FTIR spectroscopy proved very useful information on composition and extent of thermal self oxidation in soybean oil subjected to intense heat.